عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذا الفيديو الجديد الذي نتكلم فيه عن سهم شركة تنمية في السوق السعودي. سهم تنمية رقمه 2281-2281. سعر السهم في إغلاق يوم 19/8/2021 ميلادي بلغ حوالي 110 ريال و20 هلة. طبعا بالنسبة لآخر توزيع الأرباح أو إعلانات، لا يوجد إعلانات بيانات عن توزيعات أرباح بالنسبة لهذه الشركة، ولا أي بيانات حتى الآن عن أرباح هذه الشركة، لا هذا العام ولا يعني لا هذا العام في توزيعات مبينه، ولا في بيانات ارباح هذا العام او العام الماضي، ما بعرفش العام الماضي، لكن هذا العام لا يوجد اي بيانات عن الارباح. اذا السهم مبهم بالنسبه لنا، يعني هذه الاسهم اللي بعدها ما اعلنت بننتظر اعلان بياناتها وبننزلها ان شاء الله تحليلات اخرى، لكن هناك اسهم واضحه واسهم راسخه وثابته. طبعا احنا نتوقع انه بالنسبه لهذا السهم، سهم تنمية وكل اسهم السوق السعودي، انه مع ارتفاع اسعار النفط العالميه ومع يعني النمو الاقتصادي الزايد داخل المملكة وفي على مستوى العالم، سترتفع الأسهم وسترتفع الأرباح للشركات بإذن الله. لا هذه ليست توصية وليست تنفير من هذا السهم. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.